حضرت. انا جايه مخصوص عشان مصطفى، لان مصطفى صديق واخ بالنسبه لي، وغاده مراته حبيبتي، وعشان اقول له شابو ليك انه انت جات لك الجراءه انك تنتج فيلم وانت مؤمن بورق ومؤمن بقصته ومؤمن بيه، لانك بقالك سنين الفيلم ده كان نفسه يطلع للنور، واتمنى له النجاح قد ما انت تعبت فيه ينجح مصطفى. لا، حالة رومانسية كوميدية بقالنا كتير قوي مفتقدينها. لا انا لسه عندي، ما في سلسلة دم الجزء الرابع خلص، وشقة فيصل خلصنا واخيرا، و لا لسه شوي ان شاء الله. لسه هو لسه، انا بصراحة ما فيش يعني حمادة هلال لغاية دلوقتي لسه. لا انا يعني ابتديت اقرا بس لسه ما خلصتش قرايه. ميرسي يا حبيبي، ميرسي. حضرت اقوى موقع فني في مصر.